بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 136، ثم في هذه الفقرة سنرى جوغوتيان. إذن كما نلاحظ la relation de similitude ressemblance peut s'exprimer par les expressions comme tel ainsi que pareil identique le la les mêmes de même que ressembler à semblable à الى اخره. اذا la relation de similitude اذا نتكلم على علاقه التماثل او التشابه ressemblance المقصود بها التشابه. similitude كما نقول تشابه او محاكاه، المقصود بها هنا ressemblance المقصود بها التشابه. تقريبا هذه الكلمتين لهما نفس المعنى la relation de similitude ressemblance. اذا هذه العلاقه ديال التشابه، علاقه التشابه peut s'exprimer يمكن ان تعبر، يمكن ان تعبر كما نقول المقصود يمكن ان يعبر عنها par les expressions يمكن ان يعبر عنها بالعبارات comme مثل. اذا طبعا عندما نقول هذا مثل هذا المقصود ان هذا يشبه هذا، اذا نستعمل comme. اذا هاد العباره comme وبها tel، طبعا tel في حاله مذكر، tel دوزيل e في حاله مؤنث، tel ال وحده وباس في حاله المذكر الجمع، ثم tel دوزيل e s في حالة المؤنث الجمع. طيل التي تعني أيضا مثل في جميع الأحوال ديالها، غير هي تتعلق بالاسم لغجم بعد منها، واش هو مذكر، مذكر جمع أو مفرد، واش هو مؤنث، مؤنث جمع أو مفرد. عندنا أيضا أنسيكو وكذلك كذا، أنسيكو مون فخير وكذلك أخي، المقصود أن أخي هو أيضا مثل الذي ذكرته من قبل. إذن أنسيك ثم أيضا باهاي مشابه أو مثل، شبيه أو نظير نتكلم عن أدجيكتيف وبيه أنو. إذن نتكلم عن وصف ونتكلم أيضا عن اسم، نقول عن شيئين، نقول عن شخصين بأنه باهاي يعني أنه شبيه أو نظير أو مماثل، كما لو نقول إيغال إيكيفالون سمبلابل. إذا نتكلم عن شخص من نفس الفئة، إذا نقول باغاي. طبعا كلمة باغاي كما نلاحظ تأتي للمذكر المفرد أو الجمع، وتأتي للمؤنث المفرد أو الجمع، طبعا تتغير حسب ما سيأتي بعدها. ثم عندنا أيضا إيدونتيك يعني أنه مشابه، أيضا إيدونتيك يعني أنه شبيه أو مطابق كما نقول. ثم عندنا لو لا لي مام. ما معنى هذا؟ معنى أننا نتكلم عن لومام يعني أنه نفسه، لومام لامام يعني نفسها، أو لامام يعني أنهم نفسهم، نتكلم عن إناث أو ذكور جمع. إذا طبعا نتكلم عن لو لا لامام. طبعا حسب ما سيأتي بعد الكلمة يمكن أن نضيف لو في حالة مذكر مفرد، نضيف لا في حالة المفرد المؤنث، ونضيف لي في حالة الجمع المذكر أو المؤنث. طبعا في هذه الحالة نضيف اس، في هذه الحالة نضيف اس في حالة الجمع. ثم عندنا دو ميم كو وكذلك كذا، نفس الشيء كذا. إذا دو ميم كو. ثم غوسومبلي ا، هذا فعل غوسومبلي يعني أنه يشبه لي، غوسومبلي ا نتكلم على غوسومبلونس كما رأينا في الأول. إذن الفعل غوسومبلي ا يشبه لي، ثم سومبلابل ا يعني أنه مشابه لي. إذن نقول كمثال إيل بورتي لي ميم كيلوت يعني أنهم يحملون نفس السراويل القصيرة. إيل بورتي لي ميم كيلوت يعني أنهم يحملون نفس السراويل القصيرة. إذن كما نلاحظ سراويل القصيرة جمع هنا، طبعا سنستعمل لي ثم نضيف اس في آخر كلمة ميم. ثم عندنا ال اتي ايدونتيك وبيان باغاي يعني أنهن كن ايدونتيك يعني أنهن متشابهات، باغاي تقريبا نفس الشيء.
الات ايدونتيك يعني أنهن كن متطابقات كما لو نقول الات ايدونتيك يعني أنهن كن متطابقات. ممكن نتكلم عن أشياء أو عن أشخاص، أو نقول الات باراي يعني أنهن كن متشابهات. إذا نفس الشيء تقريبا. طبعا الكلمات المستعملة هنا كأسماء أو كأدجكتيف يعني كنعوت أو أوصاف، وممكن أن تأتي هناك أفعال، هذه كلها طبعا تستعمل للدلالة على التشابه، على التطابق، على التناظر، على المحاكاة إلى آخره. إذن هنا نتكلم عن التشابه والأدوات المستعملة من أجل التعبير عن التشابه. إذن هناك مجموعة عبارات، مجموعة أفعال، ومجموعة أوصاف. إذن نتكلم هنا على relation de similitude ou bien la relation de ressemblance. الآن سنتحدث عن la différence. La différence يعني عكس la similitude ou bien عكس la ressemblance. La différence يعني الاختلاف أو عدم التشابه s'exprime par la négation explicite de la ressemblance ou par des expressions du type différent de, différé de, autre que. Et de la différence s'exprime. الاختلاف يعبر عنه par la négation. يعني بنفي. Par la négation. بنفي ماذا؟ Explicite. Explicite يعني أنه علني. Implicite يعني أنه ضمني. Explicite. Implicite. إذن كمان نتكلم مثلا عن extérieur, intérieur. إذن نتكلم هنا عن explicite يعني أنه معلن. نتكلم عن شيء ظاهر واضح وليس ضمني، علينا أن نبحث عنه. إذا نتكلم هنا عن la négation explicite، إذا نتكلم عن نفي معلن وظاهر وواضح. إذا la différence exprime par la négation explicite، إذا الاختلاف يعبر عنه بالنفي الواضح. نفي ماذا؟ de la ressemblance، نفي التشابه. نقول بأن هاد الشيئين بأنهم غير متشابهين، غير متطابقين، يعني أننا ننفي هاد التشابه، هاد التطابق، هاد التناظر إلى آخره. إذن la différence s'exprime par la négation explicite de la ressemblance ou par les expressions du type، أو أنه يعبر عن الاختلاف par des expressions du type، يعني أنه يعبر عنه بعبارات من نوع، عبارات من نوع، من نوع ماذا؟ différent de، مختلف عن. نقول مثلا je suis différent de، de فلان مثلا، أنا مختلف عن فلان. différé de يعني أنه يختلف عن، نتكلم عن différent de. إذا نتكلم عن adjective عندما أقول je suis différent يعني أنا مختلف. إذا أنا من صفاتي ومن الوصف المنسب إلي أنني مختلف. طبعا نتكلم أيضا عن le verbe différé، وفي حالات أخرى نتكلم عن لو فيرب سو ديفيري دو. إذن عندنا هنا ديفيري دو يعني أنه يختلف عن، أوتر كو آخر ك. إذن نقول شخص آخر كفلان مثلا، إذن نتكلم عن اختلاف هنا، أوتر كو، كما لو نقول آخر ك. إذن نتكلم عن شخص مختلف عن فلان، أو نتكلم عن شيء مختلف عن شيء آخر. إذن أوتر كو. إكزامبل يعني أمثلة. Salim n'a pas le même âge que Saïd. Salim n'a pas le même âge que Saïd. إذن الأصل في حالة الجملة بدون نفي نقول Salim a le même âge que Saïd. إذن هنا عندنا التشابه. Salim a le même âge que Saïd. طبعا نضيف هاد نو با، نضع بينهما لو فيرب افوار. إذن سليم كما قلنا سليم على ميم اج كو سعيد، سليم عنده. طبعا عندنا هنا افوار، اذا افوار يفيد الملكيه لان ما سياتي بعده اسم، نتكلم عن لاج، نتكلم عن السن. اذا هنا عندما نقول سليم نا با لو ميم اج، اذا سليم ليس له، ليس عنده لو ميم اج، نفس السن كو سعيد، بانه يختلف فالسن عن سعيد. إذن كما نلاحظ هنا بأننا نفينا هاد التشابه، استعملنا النفي لننفي التشابه والتماثل
والمحاكاة. إذا نقول مثلا في حالات أخرى إذا أردنا أن نستعمل النفي ممكن أننا في حالات أخرى نستعمل عبارات أخرى. Le raisonnement de Bachir diffère de celui d'Ibrahim. Le raisonnement. نتكلم على le verbe raisonner. يعني أنك تفكر وتستدل وتحلل. إذا le raisonnement de Bachir. إذا نتكلم عن تحليل بشير أو مثلا استدلال بشير. ممكن أن تكون عندك une équation. ممكن أنك تجد نفسك أمام معادلة. طبعا لإيجاد الحلول لهذه المعادلة لا بد من لو raisonnement، لا بد من تتبع خطوات. في الاستدلال على الانتقال من معطيات إلى معطيات أخرى حتى نجد طبعا الحلول. نتكلم عن لو raisonnement وبيا لو verb raisonner، يعني أنك تستدل وتتبع خطوات من أجل حلول ما. إذن عندنا هنا لو raisonnement de Bachir diffère de celui d'Ibrahim. إذا طبعا استدلال بشير، طريقة تحليل بشير ديفير، يعني أنها تختلف. نتكلم عن فعل ديفير، فعل اختلف دو سلو دو إبراهيم، يعني أنها تختلف عن التي، المقصود أنها تختلف عن لو غيزونمون أو تحليل دو إبراهيم، تحليل إبراهيم. إذا نقول مثلا سون غيزونمون إي أوتر، سون غيزونمون إي أوتر، يعني أن تحليله هو شيء آخر. أوتر كما نقول أوتر، يعني أنه آخر، المقصود أنه مختلف عن الذي نعرفه مثلا. إذا نقول سون غيزونمون أوتر. في الفقرة الموالية عندنا جمون تخان رمبلاس لي بوان دو سيسبونسيون بار لي نون دو لا ليست سي دوسو دو مانيير ا اوبتونير دي لوكيسيون كي سولين un rapport de ressemblance. إذا remplace les points de suspension. عوض هاد النقاط الموجودة في الأسفل كما نرى. remplace les points de suspension. هاد النقاط تسمى points de suspension. إذا remplace les points de suspension. إذا نعوض هاد النقاط بماذا؟ par les noms de la liste. إذا سنعوضها بأسماء القائمة. par les noms de la liste. إذن سنعوضها بأسماء القائمة. طبعا عندنا مجموعة أسماء تضمها القائمة التالية. إذن نحن سنعوض هاد النقاط بإحدى هاد الأسماء. كل مجموعة نقاط، كل سطر من هاد النقاط سنعوضه باسم من هاد الأسماء. طبعا يجب أن يكون مناسبا حتى يتوافق مع بقية الجملة. رمبلاس لي بوان دو سيسبونسيون بار لي نون دو لا ليست سي دوسو، اسفله ماشي سي دوسو. سي دوسو باش نعقلوا عليها، سي دوسو انها تتشبه سور يعني فوق، المقصود اعلاه. سي دوسو اعلاه. سي دوسو بحال تنتكلموا على كلمه سو، سو يعني تحت، سي دوسو يعني اسفله. اذا طبعا اسفل هذا الكلام الذي نقوله الان توجد مجموعة كلمات ضمن قائمة. إذا نتكلم عن لي نون دو لا ليست، نتكلم عن أسماء القائمة سي دوسو الموجودة أسفله. إذا سنعوض هاد النقاط بهاد الكلمات دو مانيير ا اوبتونير، بطريقة للحصول، بطريقة للحصول. دي لوكيسيون للحصول على عبارات. كيسولين التي تسطر ان رابور دو غوسومبلونس، كيسولين التي تسطر على ان رابور دو غوسومبلونس، اذا علاقة تشابه. المقصود هاد العبارات يجب ان تعطينا معنى التشابه، يجب ان تعطينا حتى نحصل على عبارات بمعنى التشابه. هذا هو المقصود. ان اغاشور دو دون، نتكلم عن لو فيرب اغاشي. اغاشي يعني انك تقتلع مثلا شجرة بجدرها من الأرض. نتكلم عن لو فيرب أغاشي. هنا نتكلم عن أن أغاشو دو دون، نتكلم عن الشخص الذي ينتزع الأسنان. كما نتكلم هنا عن منتزع الأسنان، الشخص الذي طبعا ينتزع السن. أن أغاشو دو دون. أن لابا، نتكلم عن أرنب. أن غوا، نتكلم عن مالك. إن فونتين،
نتكلم عن النافورة. يون بي هذا نوع من الطيور. النانو، النانو نتكلم عن حمل أو خروف. أمبين إذا نتكلم عن مشط، مشطة. أمبين ومن فعل بيني يعني مشطة. إذا عندنا الجملة الأولى، عندنا الجملة الأولى بافارد كوم. بافارد كوم نتكلم عن لو فيرب بافاردي. لو فيرب بافاردي المقصود به أنك تحدث ضجيجا، تترتر، يعني أنك تترتر بمعنى آخر. إذا نتكلم هنا بافارد المقصود إيل بافارد، هو يترتر. كوم مثل. إذا ماذا يمكن أن نقول؟ هل يمكن أن نقول مثلا إيل بافارد كوم الناغاشور دو دون؟ هل يمكن أن نقول بأنه هو يحدث ضجيجا أو يترتر مثل منتزع الأسنان؟ أو نقول مثلا إيل بافارد كوم اللابان؟ ما هو الاسم الذي سنختاره هنا حتى يكون هناك تشابه متوافق وعنده معنى؟ إذن الصواب أن نقول بافارد كوم إن بي، يعني هو يترتر ويحدث ضجيجا مثل إن بي، مثل نوع من الطيور يحدث أصواتا كثيرة. إذن بافارد كوم إن بي يعني أنه هو يترتر أو هي تترتر كوم إن بي مثل طائر، مثل نوع من الطيور يسمى اون بي. اصلا كلمه بي تعني هد الطائر، ومن كثره ضجيج هد الطائر اصبحت كلمه بي ايضا تعني ترتار. ممكن انك تقول لشخصين اون بي يعني انه ترتار بمعنى اخر. ثم اغ كوم، اغ كوم يعني فرحون مثل. اغ كوم هو فرح مثله. طبعا في المؤنث نقول أغوز، أغوز كوم يعني هي فارحة مثلا مثله. إذا مثل ماذا؟ هو فرح مثل ماذا؟ أغو كوم إن فونتين، إن بي، أنانو. إذا طبعا نقول أغو كوم أغوى، أغو كوم أغوى يعني أنه فرح مثل ملك، فرح مثل ملك. كوغير كوم، كوغير كوم يجري مثل كورير كوم. طبعا نقول كورير كوم اللابان، يجري مثل أرنب. كورير كوم اللابان يجري مثل أرنب. طبعا الفعل عندنا هنا ما نصرفش، لأنه ممكن ننسبه لمن نشاء. نقول مثلا جو كور، مثلا أقول جو كور كوم اللابان أنا أجري مثل أرنب. إيل كور كوم اللابان هو يجري مثل أرنب. ممكن نستعمله في زمن آخر. طبعا هذا فعل كورير يبقى كمطلق، إذن ممكن أن نقول إلى كوري كوم لابان يعني أنه وجرى مثل أرنب. ثم عندنا بلوري كوم، بلوري كوم يبكي مثل، نفس الشيء. عندنا الفعل غير مصرف، ممكن أننا نصرفه حسب المعنى كيفما نشاء. بلوري كوم، كوم كوا كوم إن فونتين مثلا. بلوري كوم إن فونتين يعني أنه يبكي مثل نافورة، النافورة ينحدر من الكثير من الماء. إذن بلوري كوم إن فونتين، بلوري كوم إن فونتين. طبعا المعنى هنا فقط للتشبيه وللتفخيم مثلا، لكي يتأثر الشخص الذي يسمع الكلام. ثم عندنا صال كوم، صال كوم متسخ مثل. صال كوم إلي صال مثلا هو متسخ، كوم مثل أمبين، أمبين مثل مشط، هو متسخ مثل مشط. ثم دو يعني أنه ظريف أو وديع، دو يعني أنه ظريف أو وديع. كوم مثل ماذا؟ دو كوم أنانو مثلا، دو كوم أنانو يعني أنه وديع وظريف مثل حمل. ثم مونتور، مونتور يعني أنه كذاب. نتكلم على لافير مونتير يعني فعل كذابة. مونتور كوم يعني كذاب مثل الناغاشور. مونتور كوم طبعا في الأسماء التي عندنا هنا كوم الناغاشور دودون يعني كاذب أو كذاب مثل منتزع الأسنان. مونتور طبعا في المؤنث نقول مونتوز. كوم أنه شغل دون يعني أنه كاذب أو كذاب
مثل منتزع أسنان. طبعا ممكن ولكن ليس في كل الحالات، هو فقط هذا التشبيه. على كل حال مونتور كوم أن غاشور دودون. إذا نتكلم عن أدوات التشبيه هنا، أدوات التشبيه استعملنا كوم يعني مثل أو يشبه لي. ثم عندنا إتابلي دي رابور دو ديفيرونس أنتخ لي كوبل دو مو سويفون. إتابلي دي رابور دو ديفيرونس أنتخ لي كوبل دو مو سويفون. إتابلي يعني أنشئ، إتابلي يعني أنشئ، نتكلم على الفيرب إتابليغ فعل أنشأ. إتابلي لي رابور دو ديفيرونس يعني أنشئ علاقات الاختلاف، يعني تكلم بواحد الطريقة باش تبين فيها الاختلاف. إتابلي لي رابور دو ديفيرونس يعني أنشئ علاقات الاختلاف أونتخ لي كوبل بين أزواج، أونتخ لي كوبل بين أزواج، أزواج ماذا؟ أنتخ لي كوبل دو مو سويفون، بين أزواج الكلمات التالية. إذن طبعا كما نلاحظ عندنا مجموعة أزواج، إذن عندنا إن طورتي مثلا، عندنا مثلا في الزوج الأول إن طورتي أليفر. إذن طبعا سنقيم علاقة الاختلاف بينهما، في ماذا تختلف السلحفاة عن الأرنب. إذن نتكلم عن الأرنب البري، إذا نتكلم عن الليافة إن طورتي الليافة، إذا نتكلم عن السلحفاة ثم نتكلم عن الأرنب البري، في ماذا يختلفان؟ نتكلم مثلا عن أن ليفون إن فورمي، إذا واضح نتكلم عن فيل من جهة ونقارنه مع نملة إن فورمي، نقارنه مع نملة. إذا في ماذا يختلفان؟ هل يختلفان مثلا في الذكاء؟ نتكلم مثلا عن أن رونار أن نان، نتكلم عن ثعلب ونتكلم عن حمار، أن رونار أن نان. ثم عندنا لافيون لوتخان، لافيون لوتخان، إذا نتكلم عن الطائرة والقطار. إذا هذا الزوج من الكلمات الذي طبعا يدل على أشياء، في ماذا يختلف الشيئين فيما بينهما. إذا للتعبير عن الاختلاف طبعا نستعمل مجموعة كلمات بما فيها أفعال دي زادجيكتيف، نتكلم عن نعوت وأوصاف، أو نتكلم عن دينو، نتكلم عن أسماء. إذن هناك مجموعة تعابير في هذا الإطار. بالنسبة لي إن طورتي الليافة، إذن ممكن أننا نقول إن طورتي كور، إذن طبعا هنا سنقارنهما في الجري، واضح. إذن إن طورتي كور، إذن نتكلم عن سلحفاة تجري موان فيت أقل سرعة كالليافر من أرنب بري. إن طورتي كور موان فيت كالليافر، إن طورتي كور موان فيت كالليافر. إذا نتكلم عن سلحفاة تجري أقل سرعة، تجري بأقل سرعة من الأرنب البري. ثم عندنا أن إليفون إن فورمي، ثم عندنا أن إليفون إن فورمي. إذا طبعا نقول أن إليفون إي بيان بلي غرو، أن ليفون إي بيان بلي غرو، يعني أنه جير ضخم، وهذا واضح. كين فورمي من النملة، أن ليفون إي بيان بلي غرو كين فورمي. إذا نتكلم عن فيل أنه جد ضخم كين فورمي من نملة. ثم عندنا أن رونار، ثم عندنا أن نان. إذا طبعا أكيد أننا سنقارن بينهما في الحيلة، أن رونار إي بلي مالو كان نان، أن رونار إي بلي مالو كان نان. مالو طبعا تعني خبيث أو ماكر، إذا المقصود بمالو كما عندنا هنا أنه ماكر. أكيد أن الثعلب أكثر مكرا من الحمار، إذا نقول أن رونار إي بلي مالو. طبعا في المؤنث نقول مالين، مالين نضيف إي جي أن أ، إي جي أن أ. طبعا نتكلم عن أدجيكتيف، وممكن أن تأتي كوم أنو، ممكن أن تأتي كإسم. وهاد كلمة مالا، هاد كلمة مالا التي تعني المكر والخبت، منها مالا كإسم المقصود بالو ديمون بما يعني إبليس. هاد مالا بما أن تعني المكر ممكن أن تأتي في معاني لتعني إبليس. إذا نتكلم عن لو ديمون المقصود به الشيطان أو إبليس، وممكن أن تعني
شرير خطير عفريت إلى آخره. نتكلم عن ديمون. إذن طبعا ماله ممكن أن تعني ديمون. الذي يهمنا هنا أن كلمة ماله أن تعني ماكر. Un renard est plus malin. إذن نتكلم عن ثعلب أنه أكثر كما نقول ماكر، المقصود أنه أكثر مكرا كنان من الحمار. بما معناه هنا أن الحمار يمكن أن يكون ماكرا في بعض الحالات، لكن الثعلب هو أكثر منه مكرا. إذن un renard est plus malin qu'un âne. ثم عندنا لو ترين، ثم عندنا لافيون. لو ترين ثم لافيون. إذن طبعا سنقارن بينهما في السرعة أكيد. إذا لو ترين فا موان فيت، لو ترين فا موان فيت، إذن القطار يسير أقل سرعة كو لافيون. طبعا رأينا في الجملة الأولى إن طورتي كور موان فيت كان ليافا. إذا نتكلم عن السلحفاة تجري، هنا عندنا لو ترين فا، عندنا القطار يمشي، عندنا لو فيرب آلي هنا. لو فيرب آلي يعني فعل ذهب، كما نقول القطار يذهب، المقصود القطار يمشي. لو ترين فا موان فيت كو لافيون، القطار يسير أقل سرعة من الطائرة. ثم عندنا جو ديفلوب، أنا أطور. أمبلوا لي زيكسبرسيون دوني dans des énoncés adaptés à des situations de ton choix. Emploie les expressions données dans des énoncés adaptés à des situations de ton choix. Emploie les expressions données. استعمل العبارات المعطات. إذن هناك عبارات ستعطى لنا. إذن استعمل هذه العبارات المعطات dans les énoncés adaptés. إذن استعملها في الكلام أدابتي كما نقول المتوافق أو الموافق لي. أدابتي أدي سيتواسيون، الموافق لوضعيات دو تون شوا، من اختيارك. إذن طبعا عندنا عبارات، نحن سنستعمل هذه العبارات في كلام متوافق لوضعيات من اختياري. طبعا من هذه العبارات المعطات كما نلاحظ عندنا سومبلابل أ، إذن سومبلابل أ مشابه لي، لو ميم كو نفسه ك كونتريرمون ا، اذا على عكس كذا كونتريرمون ا على عكس كذا. نقول مثلا احمد ومحمد سون جيمو، يعني احمد ومحمد انهما توام او توامين. لوغ في اي سومبلابل، حياتهم متشابهه. لوغ في اي سومبلابل، حياتهم متشابهه. متشابهه لمن؟ اسيل دو تو لي غارسون دو لوغ اج. Leur vie est semblable à celle de tous les garçons de leur âge. Leur vie حياتهم est semblable أنها متشابهة à celle للتي. المقصود أنها متشابهة لحياة. Leur vie حياتهم أو عيشهم، نتكلم على الverb vivre فعل عاش أو فعل حي أنه بقي حيا. Leur vie est semblable، حياتهم متشابهة à celle de tous les garçons، يعني أن متشابهة لحياة، هنا عندنا أسال للاتي، للاتي دو تو لي غارسون، للاتي لكل أطفال دو لوغ آج بنفس سنهم. دو لوغ آج بنفس سنهم، كما نقول هنا لسنهم. لي غارسون دو لوغ آج، كما نقول الأطفال لسنهم، المقصود هنا الأطفال الذين هم بسنهم. إذن هنا عندنا الحياة ديال محمد وأحمد، الحياة ديالهم مشابهة لحياة الأطفال الذين هم بسنهم، لا اختلاف بينهم. محمد بورت توجور لو ميم بونطالون كأحمد. محمد بورت توجور، إذا عندنا لو ميم، محمد بورت توجور لو ميم بونطالون كأحمد. إذا محمد يحمل دائما، المقصود أن محمد يلبس. محمد بورت توجور لو ميم بونطالون، إذا محمد يحمل دائما نفس السروال كأحمد. يعني مثل أحمد. إذا محمد بور توجور لو ميم بونطالون كأحمد. إذا عندنا هنا كلمة لو ميم، بونطالون. عندنا بونطالون كلمة مذكرة مفردة، إذا سنستعمل لو ميم ولا نستعمل مثلا لا ميم. نستعمل لا ميم لو كانت كلمة بونطالون كلمة مفردة مؤنثة.
ونستعمل لام ميم مع إضافة اس في آخر كلمة ميم لو كانت عندنا لي بونطالون. إذن كما قلنا محمد بورت توجور لو ميم بونطالون كأحمد. ثم عندنا كلمة كونتخيرمون. إذن نقول مثلا كونتخيرمون أحمد على عكس أحمد كي نيم با لا تيليفزيون الذي لا يحب التلفاز. كونتخيرمون أحمد كونتخيرمون أحمد على عكس أحمد كي نيم با لا تيليفزيون الذي لا يحب التلفاز. أحمد أدور لو بيتي إيكرون. إذن أحمد يحب الشاشة الصغيرة، المقصود أنه يحب التلفاز على عكس محمد. أحمد أدور، عندنا لو فيرب أدوري ستادير أمي. إذن أحمد أدور لو بيتي إيكرون، أحمد يحب الشاشة الصغيرة. ثم عندنا في الفقرة الأخيرة شوازي دي شوز أو دي بيرسون. إذن اختر أشياء، اختار شي أشياء أو دي بيرسون، أو اختر أشخاصا إيطابلي وأنشئ. إذن غتختار واحد مجموعة ديال الأشياء أو تختار مجموعة ديال الأشخاص إيطابلي ثم أنشئ، يعني أنك غتوضع أونتخ آل، غتوضع بيناتهم أونتخ آل بينهم، أونتخ يعني بين آل ها بينها. إذن إيطابلي أونتخ آل واستعمل بينها دي غولاسيون يعني علاقات دو غوسومبلونس أو دو ديفيرونس، علاقات تشابه أو دو ديفيرونس أو اختلاف. إذا نتكلم عن لا غوسومبلونس كما رأينا يعني التشابه، لا ديفيرونس يعني اختلاف. إذا سنختار أشياء أو مجموعة أشخاص ثم ننشئ بين هاد الأشياء أو بين هاد الأشخاص علاقات تشابه أو علاقات اختلاف. إذا نقول مثلا أليكزومبل دو سامير، أليكزومبل دو سامير، أليكزومبل دو سامير كمثل كمثل أمها. أليكزومبل دو سامير كمثل أمها أو على مثل أمها. أليكزومبل دو سامير كما نقول على مثل أمها، المقصود مثل أمها. إل فولي دوفونيغ أونسينيونت، إل فولي دوفونيغ أونسينيونت يعني هي كانت تريد تصبح مدرسة. إذن على مثل أمها، المقصود أن أمها مدرسة وهي على هذا المثل يعني مثل أمها. إل فولي طبعا نتكلم على لوفير فولوار يعني فعل أرادة، هي كانت تريد. إل فولي دوفونيغ أونسينيونت هي كانت تريد تصبح مدرسة. طبعا نتكلم عن التشابه هنا. إذن أليكزومبل دو سامير على مثال أمها، إل فولي دوفونيغ أونسينيونت بمعنى آخر هي تريد أن تكون مدرسة مثل أمها. إذن ممكن أننا نقول للإشارة هنا أليكزومبل دو سامير يعني على مثل أمها، أو نقول أليماج دو سامير أو نقول على صورة أمها، على هذه الصورة التي عليها أمها. أليماج دو سامير على صورة أمها، كما نقول على صورة أمها، كما نقول على نفس الصورة التي عليها أمها. إل فولي دوفونيغ أونسينيونت هي كانت تريد أن تصبح مدرسة. إذا نقول مثلا il m'a parlé comme si j'étais son meilleur ami، il m'a parlé comme si j'étais son meilleur ami، il m'a parlé comme si j'étais son meilleur ami هو تكلم لي مثل لو أنني كنت son meilleur ami صديقه الأحسن. إذن هو تكلم لي كما لو أنني كنت بالنسبة له صديقه الأحسن أو الأفضل. Il m'a parlé comme si مثل لو، مثل لو كما لو جاتي أنني كنت son meilleur ami صديقه المفضل أو الأحسن. ثم نقول tel père tel fils، tel père tel fils طبعا نسمع هذه العبارة كثيرا، tel père tel fils نستعمل هذه العبارة كثيرا، مثل الأب مثل الإبن. إذن كما نقول هذا الشبل من ذاك الأسد، كما نقول tel père tel fils مثل الأب مثل الإبن. أو نقول مثلا il est fort comme un turc، il est fort comme un turc يعني هو قوي مثل تركي، هو قوي مثل تركي.
إذن كل هذه العبارات التي رأينا إذن فيها تشابه، إذن فيها تشابه. نقول à l'image de، على صورة كذا، أو bien à l'exemple de، يعني على مثل كذا، أو نقول comme، il m'a parlé comme si j'étais son meilleur ami، إذن مثل، مثل لو أنني كنت صديقه الأحسن أو الأفضل. ثم عندنا تيل يعني مثل، تيل بير، تيل فيس، إذن مثل الأب، مثل الإبن. طبعا مثل الأب، مثل الإبن، طبعا يمكن أن يكون هاد التشابه في الأمور الجميلة وفي الأمور السيئة. ممكن أننا نرى الإبن سيئا والأب سيء فنقول تيل بير، تيل فيس، وممكن أننا نرى الطفل كريما والأب كريم فنقول تيل بير، تيل فيس، مثل الأب، مثل الإبن. أو نستعمل كوم، إلي فور كوم أن تيغ، هو قوي مثل تركي. ثم في حالة الاختلاف نقول كونتخيغمون على تلفزيون، على عكس التلفاز، لا راديو اي بريزون بارتو اون افريك، على عكس التلفاز، لا راديو يعني الراديو اي بريزونت، اي بريزونت يعني انها حاضره، نتكلم عن الراديو انه حاضر، لا راديو اي بريزونت يعني ان الراديو حاضر بارتو اون افريك. اذا نتكلم عن الميديا انه حاضر بقوه في كل مكان عندنا هنا، بارتو في كل مكان، اون افريك في افريقيا. اذا هذه عموما عبارات نستعملها طبعا للتعبير عن التشابه وللتعبير عن الاختلاف. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.